يقول السائل: أقف عند بعض محطات البنزين للحاجة، فإذا قمت بالتعبئة من عندهم أعطوني هدية عبارة عن علبة مناديل، فقيل لنا إن الشيخ صالح وفقه الله يرى أن هذا الفعل غير مشروع، فهل ما ذكروه صحيح؟ نعم نعم، هذا معناه أنه يرغب الناس في الشراء من عنده ولا يروحون للمحطات الأخرى اللي ما تحق جوائز، فهذا فيه إضرار بالناس، إضرار بالآخرين، فلا يجوز مثل هذا العمل هذا. نعم.